زمن الماضي البسيط اسمه سيمبل باست. يعني ايه زمن الماضي البسيط؟ يعني حاجه اتعملت في الايه في الماضي. مثلا حد بيلعب دلوقتي هيقول اي بلاي مثلا فوتبول. طب عايز اقول انا لعبت امبارح، بعمل ايه في الفعل بلاي؟ احط له ايه؟ انا لعبت خلاص في الماضي بحط له ايه؟ لا ايدي. يبقى الفعل عشان احوله للماضي بضيف له ايه؟ ايدي. طب فرضا ان الفعل منتهي بايد، يا زي الفعل مثلا بيت، اخره ايه؟ بضيف له ايه؟ دي بس. طيب لو الفعل منتهي بواي وقبله ساكن زي الفعل استدي، بحول الواي لايه؟ لاي، يبقى ايه؟ اس تي يو دي اي اي دي. يبقى اذا عشان احول الفعل للماضي عندي ثلاث قواعد. اول افعال افعال العاديه خالص زي واتش واتش، بلاي 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 بلاي، ضفت له ايه؟ ايدي. يبقى اول نوع بحط له ايدي، دي الافعال العاديه. طب لو الفعل اصلا منتهي بايه بضيف له دي بس. طب لو منتهي بواي وقبلها ساكن بحذف الواي، تقلب الواي الى اي واحط الايدي بتاعتي. يبقى دي اشكال الفعل في الايه؟ في الماضي. في الماضي في شكل بقى رابع اللي هو الريجولار فيرب، الافعال الغير ايه؟ الغير منتظمه اللي احنا بنحفظها بعد كل درس. مين يقول لي مثال الافعال الغير منتظمه؟ ها يذهب اللي هو ايه؟ جو. الماضي منها ايه؟ وينت. طب درينك؟ درينك. درانك. درينك درانك. طب سويم؟ سوام. طب دو؟ ها الماضي منها ايه؟ ديد. لا دو الماضي منها ايه؟ ديد. خلاص كده؟ يبقى دي الافعال مثال الافعال الغير منتظمه. يبقى دي كلها اشكال الفعل في الماضي. يا اما الفعل يضاف له اي دي، يا اما دي، يا اما اي اي دي، يا اما يكون فعل غير منتظم. وفي الحاله دي لازم احفظ الافعال الغير منتظمه الماضي بتاعها ايه. خلاص كده؟ عايزه نقول مثال لجمله ماضي. عايزه مثلا اقول انا عملت الواجب بتاعي امبارح، هقول ايه؟ اي ديد. ديد ولا دو؟ ديد، عشان ده شكل الماضي. اي ديد ماي هومورك يسترداي. معنى الجملة إن أنا عملته إمتى؟ امبارح. ده في الماضي ولا في المضارع؟ في المضارع. في الماضي. اتلخبطوني أهو. يبقى ده في المضارع ولا في الماضي؟ في الماضي. يعني أنا عملت الحاجة وخلاص وإيه؟ وخلصت. يبقى I did my homework yesterday. طيب كلمة yesterday من علامات الزمن الماضي البسيط. يبقى لما أشوفها أعرف إن زمن الجملة ماضي. وكمان كلمة last ومعاها كلمة زي last year، last month، last week. كلمة last ومعها كلمة من علامات زمن الايه؟ الماضي البسيط. وكلمة ago معناها منذ. يبقى yesterday، last، ago، وكلمة in the past في الماضي، in the past. وكلمة once خلاص ذات مرة مثلا. خلاص كده يبقى كل الكلمات دي اشوف اعرف ان الزمن عندي هنا ماضي ايه؟ ماضي بسيط. يبقى اول حاجه اعرف شكل الفعل في الماضي اللي هو اضافه اي دي او اي اي دي، او لو اخره اي بضيف له دي بس، والافعال الغير ايه؟ منتظمه. تاني حاجه بعرف الفعل في الماضي من الكلمات الداله. ايه هي الكلمات الداله؟ yesterday، last، ago، in the past، once. ان ووراها سنه، يعني مثلا ان 2000 دي سنه 2000، ده برضه في الماضي. ادام السنه عدت يبقى خلاص ده كله في الايه؟ في الماضي. طيب لو انا عايزه انفي النفي في زمن الماضي البسيط، عايزه اقول انا ما عملتش الواجب، بكفي بديدنت زائد المصدر. مثلا هنا اي واتش ات، اي واتش ات، لا ديدنت بقى، اي واتش ات تي في يسترداي، معناها ان انا شاهدت ايه؟ تلفزيون ايه؟ امس. طب انا عايزه اقول انا لم اشاهد التلفزيون، لم، يبقى didn't زائد المصدر. ايوه didn't زائد الايه؟ المصدر. مين يقول لي بقى الجمله هتبقى ايه؟ didn't. اشيل بقى الايه؟ الاي دي. I didn't watch TV yesterday. واكمل جملتي زي ما هي. يبقى اذا عشان انفي احط didn't زائد الايه؟ المصدر. ناخد بالنا لازم didn't وراها المصدر، ما ينفعش احط didn't والفعل هنا في الايه؟ في الماضي. طب لو انا عايز اسال سؤال مثلا شيء
ويك. اول حاجه لازم احدد الزمن. زمن الجمله عندي هنا ايه؟ ها مين هيقول لي زمن الجمله هنا ايه؟ لا ماضي. ماضي اشرح ماضي ليه؟ عرفت من حاجتين، الفعل فيه ايدي وكلمه لاست. عرفت من حاجتين دول، الفعل فيه ايدي وكلمه لاست من الكلمات الداله على الماضي البسيط. انا عايز اسال سؤال، لو الفعل عندي فيه ايدي يبقى بسال بديت وبعدين الفاعل، امشي بقى بالترتيب واحده واحده. ديت شي، اشيل الايدي ولا هسيبها؟ لا هشيلها. مع ديت انت بشيل الايدي، ومع ديت برضو نفس الكلام. ديت شي كلين بس هير روم، واكمل الجمله زي ما هي واحط الكويشن مارك. طب عايزه اجاوب بيس هتبقى يس ايه؟ يس شي ديد. طب لو نو No, she didn't. فهمنا بنكون السؤال ازاي في زمن الماضي البسيط؟ هناخد جملة تانية ونعمل عليها سؤال. المشهور صفحة 187 كتاب المعاصر. أول جملة حازم بي أنجري ويز هيز براذر يسترداي. أول حاجة أحدد الزمن عندي، زمن الجملة هنا إيه؟ باست ماضي. ليه؟ عشان عندي كلمة إيه؟ يسترداي. يبقى أنا عايزة فيرب تو بي في الماضي يناسب حازم. حازم هياخد ووز ولا وير؟ ووز. يبقى هنا ووز، يبقى أول جملة هتبقى ووز. We have a great time at the carnival last week. زمن الجملة ايه؟ ماضي. طب عرفت منين؟ عشان عندي last ايه؟ last week. يبقى اجيب الماضي من have. الماضي من have ايه؟ had. نهى and جميلة make pizza last night. زمن الجملة ايه؟ ماضي. عرفت من ايه؟ last night. طب انا عايزة الماضي من make. مين يقول لي الماضي من make ايه؟ made. برافو made. يبقى ميك الماضي منها ايه؟ ميد. هي didn't went. ينفع didn't بعدها الفعل في الماضي؟ انا قلت لكم didn't بيجي وراها الايه؟ المصدر. يبقى هرجع went الاصلها اللي هي ايه؟ go. ها did your mom had. برضو نفس الكلام، انا قلت لكم did محتاجه الفعل في الايه؟ في المصدر. يبقى اصل had ايه؟ have. Where did he where did you found؟ انا عايزه المصدر من found. مين هيجيبها لي؟ يجد يعني ايه؟ ها find f i n d. يبقى اصل found find f i n d. Be there any children on the trip yesterday. كلمه children هتاخد was ولا where؟ جمع. جمع هتبقى ايه؟ where. اطفال جمع. يبقى where there any children. I help my mom clean our apartment last week. Last week يعني ماضي. ينفع الفعل عندي في المصدر؟ يبقى احط له ايه؟ ed. يبقى helped. There aren't any trains in the past. من العلامات الدالة على الماضي كلمة in the past. يبقى انا عايزة are ديت في الماضي هتبقى ايه؟
مين هيجي يقول لي اقرا الماضي بتاعها؟ ويز، برافو عليك، بس هخليها منفيه. ويرنت، ادام دي منفيه يبقى اللي اجيبها منفيه برضو. وير ونوت، كلمه وير ونوت. انشنت ايجيبشنز ووز، انشنت ايجيبشنز جمع، يبقى تاخد ووز ولا تاخد ايه؟ وير. ووز للمفرد، وير للجمع، خلينا مركزين. ووز للمفرد وير للايه؟ للجمع. My mom made delicious cookies for breakfast yesterday. الجملة ماضي، يبقى هجيب الماضي من make، هتبقى ايه؟ made. يبقى الماضي من make made. نحفظها بقى، الافعال الغير منتظمة مهمة جدا. They finished their school project yesterday. عايز الماضي من finish، ها؟ finished، منتظم، finished. ها we arrived to the hotel 2 days ago. ها arrive الماضي منها ايه؟ arrived، ده بضيف لها ايه؟ دي بس، لان اخرها ايه، يبقى arrived هضيف دي بس. where do he travel last year؟ ها السؤال بسأل بمين؟ بديد، برافو. where did you talk؟ انا عايز المصدر من talk، اصلها ايه؟ take. ناخد بالنا من حاجة مهمة، جزئية مهمة جدا. عندي didn't اجيب الفعل في الايه؟ في المصدر. عندي did اجيب الفعل في الايه؟ في المصدر. غير كده اجيب الفعل في الايه؟ في الماضي عادي. she to the library last week. احدد الزمن، الزمن عندي ماضي، عرفت ازاي؟ عشان عندي last ايه؟ we. انا عايزة go في الماضي، هتبقى ايه؟ went. he very happy yesterday. he ايه؟ ها؟ كان اللي هي ايه؟ was. they a lot of homework yesterday. زي ايه؟ كان عندهم واجب امبارح. had، زي had، لان هي الوحيده هنا اللي ماضي. was ما تنفعش ليه؟ عشان زي ما ينفعش معاها ايه؟ was. ماشي. the archaeologists many old tools last year. عايز الماضي من find، هتبقى ايه؟ found. did you a cake؟ ها علموا على did، اول ما اشوف did يبقى اجيب الفعل في الايه؟ في المصدر. فين المصدر عندي؟ make. they at the cinema last night. ها هم كانوا هتبقى ايه؟ where. وزن المفرد يا حبيبي عندك زي where. what you do 3 hours ago. what ايه؟ اداة الاستفهام بعدها did على طول، يبقى what ايه؟ what did. ادام الزمن ماضي يبقى اداة الاستفهام وراها did او was او where طبعا لو ما عنديش فعل. we win the match last week. we ايه؟ ما فوزناش بالماتش. النفي قلت لكم بايه؟ didn't، زائد المصدر. انا عندي المصدر يبقى ناقص لي ايه؟ didn't.